الدرجة الثانية الآن يتنافس الفريقين على المركز الأول. آنذاك فاز الجزيرة 2-1. كرة الآن رائد النواطي، ربما تكون الهجمة الأخيرة في هذا الشوط، وجول بالنكهة السورية جهاد الباعور، فعلها من قبل أمام شباب الأردن ويفعلها اليوم أمام الوحدات ويبدو هنالك إذا توجه الباعور وفرحة مع جمهور الجزيرة. جهاد الباعور يترجم الأفضلية الجزراوية لهدف التقدم، إذا تقدم أعتقد مستحق لفريق الجزيرة في أول 45 دقيقة بعد أفضلية. الوحدات لم يكن بالشكل المطلوب، والباعور في مرمى عامر شفيع يسجل هدف التقدم مع صافرة نهاية الشوط الأول. الجزيرة هدف، الباعور بدون رقابة هدف ثامن في مرمى الوحدات.